خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم. دكتور علي صباح الخير على حضرتك. صباح الفل، صباح الخير، صباح السعاده، صباح الاثار، صباح الحضاره. اهلا وسهلا، صباح تعامد الشمس كمان اللي احنا هنشوفه النهارده موجود. احنا ما كناش متخيلين او ما كانش عندنا خلفيه عن الفكره. دايما الحدث الاشهر بيكون تعامد الشمس في الكرنك. يمكن النهارده عرفنا او يعني قدرنا نعرف ان في تعامد للشمس في 33 معبد، من ضمنهم في معبد من المعابد في عند حضرتك، عند معبد قارون. تمام، لو حضرتك تقول لنا بقى التفاصيل ولماذا معبد الكرنك هو الاكثر شهره وايه اللي هيحصل النهارده في معبد قارون. اولا رصدت هذه الظاهره في معبد الكرنك من فتره طويله جدا، لكن رصدت هنا في الفيوم في مع بدايه الالفيه الثالثه حوالي سنه 2003، واكتشفت بطريق الصدفه، وعشان كده هذا الحدث في الفيوم لا زال لسه نقدر نقول في طور مرحله البدايه. لكن على اي حال احنا كاثار وكمحافظه نحتفل بهذه الظاهره كل يوم، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي يوم 21 ديسمبر من كل عام، زي بالظبط اللي بيحصل في معبد الكرنك. لكن الفرق ما بين هنا وهناك ان الفيوم طبعا بعيده شويه عن الاماكن اللي فيها سكان، ولذلك يعني الموضوع محتاج يعني سفر، ومحتاج يعني وسيله مواصلات تكون سهله وسريعه، ومحتاج السفر من القاهره لهنا محتاج برضو وقت. فعشان كده عندنا الظاهره هنا غالبيه اللي بيحضرها مصريين، واحنا بنسعى ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله ان يكون في دعايه اكتر من كده، بحيث ان احنا نقدر نسوق للسياحه ولهذا الحدث، لانه مردوده مش على الفيوم فقط وانما على الدخل القومي لمصر كمصدر من مصادر العمله الصعبه. طيب المصري القديم كان عايز يقول ايه من تعامد الشمس على اكتر من معبد متوزعين على يعني مناحي او اركان الوطن المصري انذاك؟ احنا بنتكلم في 33 مكان هم اللي مكتشفين دلوقتي. ايه الرساله اللي كان عايز يقولها المصري القديم؟ تمام، عندما تشرق الشمس من المشرق، وخصوصا في المعابد التي تتجه واجهاتها ناحيه الشرق، اما تشرق على قدس اقداس يعني اله من الالهه المصريه القديمه، أو يشرق على تمثال من تماثيل الملوك المصريين القدماء. عظيم. ففي معبد الأقصر مثلا أو معبد أبو سمبل بتشرق الشمس على تمثال الملك، ولكن هنا عندنا في الفيوم بتشرق الشمس على قدس أقداس معبد الإله سوبك الذي كرس لهذا المعبد للعبادة. ومعبد قصر قارون جزء من مدينة سكنية بنيت في العصر اليوناني، وبالتالي فإن إشراق هذا الشمس على قدس أقداس المعبد بيدل على إعادة الحياة وإعادة المولد ونهاية لفصل وبداية فصل جديد، وهو فصل الشتاء، فصل الإنبات، فصل الإخضرار، فصل النماء، فصل إعادة الحياة مرة أخرى إلى الأرض. عندما تشرق الشمس، المصري القديم زي ما احنا عارفين كان بيتخذ من الشمس رع كمعبود، وكان مجرد شروق الشمس على التمثال او على تمثال الاله او تمثال الملك، فده بالنسبه للملك بيبقى تتويج او احتفالا بيوم مولده او يوم تتويجه على العرش. اكيد. طيب احنا حضرتك بتقول ان عاده جرت العاده ان اللي بيحضر الاحتفال ده بيكونوا من المصريين، اعتقد ان دي فرصه طيبه جدا ان احنا نبتدي نعمل رحله متكامله من القاهره. يعني احنا عندنا دلوقتي وسائل المواصلات هايله، والرحلات ممكن تكون لطيفه جدا ان احنا نعمل رحله متكامله يوم كامل لحضور هذا الاحتفال، وبعدين تكمله اليوم بقى في المظاهر المختلفه اللي موجوده في الفيوم. أنا عايز أقول لحضرتك إن بالنسبة لمعبد قصر قارون هو المقصد السياحي الأكثر زيارة في محافظة الفيوم، ولكن زي ما قلت لحضرتك بما إن الظاهرة ديت
بتبقى بدري شوية، فبيبقى الوصول إليها بيبقى صعب. أنا يعني أنا من يعني ساكن في الفيوم، مدينة الفيوم، عشان أجي هنا أنا جاي هنا من حوالي الساعة 5 صباحا، فبالتالي الموضوع مختلف عن الكرنك الأوتيلات والمساكن الناس حوالين المعبد. لكن بالنسبة لمعالم الفيوم هنا، احنا عندنا 5 مواقع أثرية بندعو المصريين في كل ربوع مصر انهم يزوروا محافظة الفيوم الواعدة واللي فيها مش بس آثار وإنما فيها يعني حاجات طبيعية جميلة جدا هيتمتعوا بيها زي وادي الريان وغيره. كمان عندنا 5 مواقع أثرية مفتوحة للسياحة العالمية، وبنسعى إن شاء الله جاهدين في الفترة المقبلة إن نزود هذا العدد، يبقى 6 ويبقى 7، والفيوم تستحق هذا الحقيقة. أكيد حضرتك متفق معايا إن الموضوع ده مفروض إن هو يتسوق بشكل عالمي أكتر من كده، بإن ده الحاجة الوحيدة في العالم اللي من كام ألف سنة بيحصل فيها هذا الأمر بتزامن فلكي وهندسي وعلمي بشكل يعني أعتقد إنه مفروض ياخد يعني حيز أو اهتمام أكتر من الموجود عليه عالميا. يا سيدي، المصري القديم ليس يعني لم يكن بارعا فقط في الفلك، وإنما في الطب وفي الهندسة وفي جميع العلوم والمعارف التي عرفتها البشرية منذ بواكير التاريخ. حتى إن العلم الحديث نفسه هو أساسه المصري القديم. إحنا نعرف من المصادر التاريخية بأن الفلاسفة اليونانيين كانوا بيجوا بيتعلموا في المعابد المصرية على أيدي مدرسين مصريين، وعلينا ان احنا فعلا نستغل هذا الحدث لتسويق هذه الحضاره، لان لما خرجنا بره واتقابلنا مع الناس وبنحكي لهم عن مصر مش كتير يعرفوا عن الحضاره المصريه للاسف، ومعلوماتهم اقصاها الاهرامات، ابو الهول، المتحف المصري، لكن محتاجين ان احنا نسوق اكثر عن حضارتنا اللي هي تعتبر من أقدم الحضارات اللي موجودة على ظهر الأرض في الدنيا جميعا. صحيح. كل الشكر ليك الدكتور علي البطل، مدير عام أثار الفيوم، شكرا جزيلا ليك.